لما يحصل لك إصابة أو تعرفي إن عندك مشكلة في المفاصل، أول حاجة تهتمي بيها طريقة تفكيرك والطريقة اللي بتكلمي بيها نفسك. اوعي تقولي ليه حصل لي كده، أعمل إيه، وتكبري المشكلة. هتنهاري وموضوع مش هيساعدك خالص، بالعكس هتحسي مش بس إنك أنت موجوعة أكتر، ده بقيت مفاصلك هتوجعك، مش هتحسي خلاص أنا موجوعة أنا كبرت. هتقعدي هتنكمشي، هتضغطي أكتر، الستريس هيزيد أكتر، هتستريس إيد، هتتوتري، هتاكلي اكل مش صحي اكتر. فكري في الحل، ما تفكريش في المشكله. المشكله خلاص حصلت، اتس اوكي انك انت تبقي متضايقه، اتس اوكي طبيعي انا ابقى متضايقه انك مش هعمل ليه حصلت لي اصابه. فكري انا هعمل ايه، اكتبي ورقه وقلم انا هعمل ايه الفتره الجايه، اكتبي خطه وتحطي الموضوع عند وتحدي في مخك ان انت تطلعي من المرحله دي احسن من الاول. اول ما حصلت لي اصابه اول حاجه عملتها قعدت افكر في الخطه الفتره الجايه انا هعمل ايه. لما كنتش عملت كده كنت انهار، بس انا طلعت في كام دي اغمض فيها عيني، عملت خطه، فكرت اوكي الشغل مش هيقف، انا بالعكس انا هتحدى نفسي، الوقت ده هاخد كورس كذا، هعمل في الشغل كذا، وحطيت تحدي كان الفتره دي انا هنجح احسن من الاول. ده بالنسبه للشغل. بالنسبه للتمارين قلت خلاص انا عندي مشكله في الركبه الشمال، ازاي هتمرن upper body؟ فقعدت افكر انا هنام على البنش على ظهري من غير ما احرك رجلي وهعمل chest press، وهنام على البنش من وشي واعمل تمرين للظهر، وانا قاعده على الكرسي وانا حتى رجلي فوق كده هعمل biceps curl، هعمل shoulder press، هجيب باند من فوق واعمل لات بول داون، اعمل ستريتشز يوجا، هعمل تمارين تنفس، هاكل صحي واقلل سعراتي. لما عملت خطه لقيت there is a way out، في حل، دي مش نهايه العالم، it's okay.